اهلا بيكم في قناتنا. النهارده استكمالا لسلسله الحروف الاجنبيه اللي احنا بداناها مع بعض، هنشتغل مع بعض حرف جديد، حرف الاي. هنستخدم خرز مط مقاس 6، وهنستخدم معاه خيط صناره مقاس 40، وطبعا المقص بتاعنا. ويلا نبتدي مع بعض. قبل ما نبتدي حابه ارحب بالمشتركين الجدد في قناتنا واقول لهم ان اشتراك فوق شيء يساعدنا، واتمنى ان اللي ما اشتركش يشترك في القناه، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نبتدي. هنبتدي مع بعض بان احنا نحط اربع خرزات. هنشتغل غرزه رباعيه، هنشتغل اربع خرزات في اي طرف من اطراف الخيط، وهنقفل بالطرف الثاني في الخرزه الرابعه. وبكده بنكون عملنا اول غرزه رباعيه معانا. وبعدين هنشتغل، احنا هنطلع بالحرف كله مرة واحدة، احنا هنشتغله على جزئين. هنطلع بأول جزء على مرة واحدة، بس هنعمل الشرطة اللي بتبقى في النص منفصل. هنشوف مع بعض. احنا اشتغلنا دلوقتي اول غرزة رباعية. تاني واحدة هنحط خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وهنقفل بخرزة في النص، ودي تاني غرزة رباعية. هعمل اتنين تانيين، غرزتين تانيين، وارجع لكم. انا كده عملت تلاتة. الرابعة هحط التلات خرزات في طرف الخيط الشمال. انا عايزة ابتدي سطر جديد، هحط تلات خرزات في طرف الخيط الشمال، وهقفل باليمين. يبقى انا اشتغلت الضلع الاولاني عبارة عن اربع خرزات رباعية، وفي الخرزة او في الغرزة الرابعة حطيت ثلاث خرزات في ناحية واحدة عشان اطلع السطر الجديد بتاعي. بعد ما اشتغلت كده هكمل ثلاث خرزات، واحدة في الطرف اليمين وواحدة في الطرف الشمال، وهقفل بخرزة في النص، بالشكل ديت. هشتغل على دولت، على الغرزتين دولت هشتغل عليهم كمان أربعة، يعني هكملهم ستة، ونرجع نشتغل السبعة مع بعض. كده أنا اشتغلت أهم الستة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. السبعة أنا عايزة أطلع الضلع الجديد المقابل كده، فهشتغل التلات خرزات كلهم في طرف الخيط الشمال. ادي خرزة، وادي التانية، وادي التالتة، وهقفل بالطرف اليمين. كده انا خيطي بقى من الجنب عشان ابتدي اطلع ضلع زي ديت بالظبط. هنا انا عملت اربع غرز او اربع سطور، هنا انا معايا واحدة، فانا كمان هشتغل تلاتة. هنا انا اشتغلت التلات سطور بتوعي، وبقى عندي الشكل ديت. ده عبارة عن اربع خرزات، وهنا سبعة، وهنا اربعة. انا خلاص خلصت ديت الجزء ده، هفنش الخيط بتاعي. هنا بعد ما فنشت الخيط بتاعي خلاص، لو هنلاحظ هنلاقي ان انا عندي هنا خرزة اتنين تلاتة اربعة خمسة اللي هم ما فيهمش شغل. هنا انا عملت دولت سبعة، في واحدة بالطرف ده وواحدة للطرف ده، وفي خمسة في النص فاضيين. فانا هسيب اول خرزتين، وهسيب اول خرزتين من الناحية التانية، وهاجي في الخرزة اللي في النص اللي هي التالتة اشبك خيط جديد طلعته من الخرزة اللي في النص، وهدخل فيه خرزة في الطرف الشمال وواحدة في الطرف اليمين، وهقفل بواحدة في النص، وبعدين هعمل نفس الحكاية تاني، خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وهقفل بخرزة في النص. كده انا عملت الضلع ده اربعة، والضلع ده اربعة، والضلع اللي في النص تلاتة. ادي
واحد اتنين تلاتة، هفنش خيطي كده. خلاص انا خلصت. المفروض ان انا اعمل قطعة تانية زيها اهي بنفس الشكل، وهبتدي اقفلهم على بعض عشان نعمل الشكل بتاع حرف الاي المجسم. زي ما احنا شايفين انا دلوقتي بقى عندي اتنين نفس الشكل ونفس المقاس، هبتدي اقفلهم على بعض. فانا هاجي، ممكن اثبتهم كده عشان تبقى باينه اكتر، هاجي عند اول خرزه من تحت في اي واحده فيهم، هنبتدي بالجنب دايت. هاجي عند اول خرزه هنا، هدخل طرف الخيط بتاعي اليمين وطرف الخيط الشمال، هدخل فيه خرزة وهدخله في نفس الخرزة اللي موجودة الناحية التانية اللي هي دي. تمام. وبعدين هدخل خرزة في أي طرف من أطراف الخيط وأقفل بالطرف التاني واشد كده. كده انا عملت غرزة رباعية ربطت ما بين الطرفين او ما بين القطعتين اهي. طرف الخيط اليمين هدخله في الخرزة النايمة على السطر، وطرف الخيط الشمال هدخله في الخرزة اللي الجنب التاني اللي نايمة على السطر اللي عليها الدور. وبعدين هدخل خرزة في اي طرف من اطراف الخيط وهقفل بالطرف التاني، وهعمل نفس الحكاية. هدخل طرف الخيط اليمين في الخرزة اللي على السطر اللي عليها الدور، وطرف الخيط الشمال في الخرزة اللي عليها الدور، واحط خرزة في النص واقفل بطرفين الخيط، واكمل لحد ما اوصل للاخر. هوصل للاخر ونرجع نشوف هنحود ازاي. كده انا وصلت للاخر اهو، وقفلت الطرفين مع بعض برباعية. طبعا هقفلهم كده عشان تبان اهي بقت بالشكل ديت. وبعدين هكمل عادي انا اهو الخيط بتاعي، دول المفتوحين، هي كانت مفتوحة كده انا قفلتها كده، فبقى فيه هنا كمان رباعيات عايزة تقفل، فطرفين الخيط بتوعي خارجين من الخرزة دي. هدخل طرف الخيط ديت في الخرزة المقابلة لي، وطرف الخيط التاني في الخرزة المقابلة لي، وهحط خرزة في أي طرف من أطراف الخيط وأقفل بالطرف التاني. هتلاقوا إن الشكل ابتدى كمان من هنا يتقفل برباعية، وهعمل نفس الحكاية. هدخل طرف الخيط اليمين في الخرزة اللي عليها الدور، وطرف الخيط الشمال في الخرزة اللي عليها الدور، وأحط خرزة وأقفل في النص، وهكمل داير ويدور. هقفل كل ده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطرف التاني ويبقى الحرف جاي. زي ما انتوا شايفين احنا كده خلصنا الحرف بتاعنا وقفلناه من كل الاتجاهات. احنا مشينا من اول هنا وطلعنا عادي وكملنا لحد ما اتقفل كله. دلوقتي هنركب الحلقة بتاعت الميدالية. طبعا ممكن تركبيها في اي مكان انت عايزاه، في ناس هتركبها هنا، ممكن تركبيها في النص، ممكن تركبيها على الحرف. انا بركبها على الحرف، بدخل الخيط بتاعي في الخرزة دي وبدخلها في الحلقة بتاعة الميدالية، وبعدين بلف بالخيط جوه الحلقة تاني وبطلعه من الخرزة، وبعقد وبلف كذا لفة عشان أأمنها، وبفنش الخيط بتاعي. وبكده تبقى الميدالية خلصت معانا. أتمنى أنها تكون طريقتها سهلة وعجبتكم،
واتمنى ان انتوا تنفذوها وتكتبوا لنا في الكومنتات لو حابين المره الجايه نبتدي بحرف ايه او نعمل حرف ايه. واتمنى ان اشوف تطبيقاتكم على الصفحات الخاصه بإما اند اس فور كروشيه، واشوفكم فيديو قريب باذن الله. مع السلامه.